بعد القهوة والتبولة رجعنا نحكيه على موضوعنا البوليميك متاع الأسبوع حول التنشيط السياحي. هل تم تأويل خطاب رئاسي بطريقة مشحفة أودت بمصالح العديد؟ هذا الموضوع الأولاني. والموضوع الثاني، هل أنه نعتبره بالحق كل ما هو فولكلور حاجة كيتش، حاجة تشيب، هذه كلمات ولو يستعملوها توينسا، وحاجة مهينة نوعا ما، في حين أنه نفس توينسا يمشيوا ويصرفوا عشرات الدنانير باش يتفرجوا في بعض العروض الناجحة جدا واللي هي مبنية على الفولكلور وعلى الذكرى وعلى المزوطة. وهذا يكون موضوعنا بعد قليل، تو بعد شوية ملك تقولي شكون اللي حاضر باش يتدخل معنا، لكن ضيفي هو فيصل بن عيسى صاحب نشاط سياحي بميناء حلق الويت، صاحب الجمل اللي كان يحكي، صاحب الجمل وبرش حاجات أخرى، مولى الجمل إلى جانب بعض النشاطات الأخرى اللي بين عشية وضحاها تم توقيفها. تو احنا نحكيه على أصل الموضوع، عما زادة الشكل مهم والإجراءات مهم. فيصل بن عيسى مرحبا بيك، أنت إذا حرفي في هذا الميدان منذ 17 عام، عندك جمل كما قلت أنت مقابل ميناء حلق الواد وين يهبطوا لكروازير. ساعة فيصل ميسيرش نخو منك 40 ثانية نحطوا الأمور في إطارها. بالحق سناء عام ممتاز برجوع لكروازير، نجموا نعتبروا اللي قاعدين نرجعوا لنشاط قبل ولا باهي أما مش ممتاز. عام مبشر على الأخر مقارنة بعمنا، ولا اللي هي الأوبرا اللي جاء اليوم لجرانديوزا، حتى هو يتسمى ناجح 100% كأوبجكتيف متاع الشركة، واضح. وصل العمل 60% اكسكورسيون، مستحيل العام جاي ما يدخلش لتونس. خلي نوضحوا، اوبرا وغرانديوزا هو نفس الكومباني تاع لاماسي، اسم السفينه، اسم السفينه ام اس سي، هذوما ام اس سي، مستحيل العام جاي ما يدخلش لتونس لانه ربح 100% البابور. كيفاش فسر لنا؟ لانه يبيع في 60% اكسكورسيون، كان يمشي لبالما دي مايوركا ولا يمشي لاي استاسيون اخرى في الميديتيراني ما يبيعش كار، والمرابح الكل متاتيه من الاكسكورسيون. تعديت انت مش انت بركه، هذا احنا اليوم نركزوا عليك باش نوضح. راهو فيصل بن عيسى هو حاله فرديه، اما وقت نحضر معاه يقول لي رانا برشا، راني ما فماش كان انا. تعديت بك الفتره الكارثيه نتاع الكورونا؟ تعديت، كان كابوس، احنا الكوارث كل تعدينا بها، ضربت باردو 7 سنين عاقلين على العمل، فتره الكورونا تقريبا معناها نمشي لامي ناخذ من عندها القضيه. وليت لطف عليك. لا حقيقه من نستعرش بها، بالعكس فخور اللي عندي يوم ورايا دز الحمد لله ونشكرها وكثر خيرها زياده. لكن احنا شنو راهو اللي يخدم في التوريزم يعرف اللي هو على ارضيه متحركه، صحيح، معناها اقل حاجه تصير يقف كل شيء. تعتبر 2023 الرجوع النهائي والا معنى الرجوع المستويات قبل تحسوا فيه ولا مازال عنا مارج كمان؟ إذا كان نحن نواصلوا بالخدمة اللي قاعدة تصير 2023 خذينا المفتاح باش نحلوا أبواب سياحة البواخر على مصراعيها. وانتر بارونتيس كان مازال عندي وقت، راهي سياحة البواخر تخلص كاش غير النزول اللي هي تمثل 80% من السياحة في تونس مراوش فلوسها. سياحة البواخر راهي الدر الذهب على تونس، وراهو ما يستعملوش حتى شيء مدعم في تونس، حتى شيء. يجيوا 18 ساعات في تونس ويروحوا يشريوا الصناعات التقليدية الكل. ارجع شوف لي فيديو ومشي صورهم، يروحوا بالزربيه، يروحوا بالشاشيه، يروحوا لاحظنا حركيه في سوق مدينة تونس. السوق متاع سياحة البواخر بالنسبة لي انا السوق يلزمه برشا لهوة وبرشا عناية وبرشا إصلاحات كما قال رئيس الجمهورية اللي أنا منسجم معاه، وعلى تم الاستعداد باش نعمل كما قال الرئيس من طول. نمشي معاك في هذا، تكلم رئيس الجمهورية، عنا إكستري احنا على رئيس الجمهورية نعديو إكستري قصير ومن بعد تفعل. منذ الأعوام 60 فضلا عن الاختيار كان خاطئ، كان يمكن توفير الاعتمادات في القطاع الفلاحي أفضل من هذا القطاع الذي تستفيد في نهاية المطاف وكالات الأصفار أكثر من تستفيد منه تونس. فالعمل هو على أن تكون السياحة متنوعة مختلفة عما دأبت عليه، وعلى العمل أيضا على أن لا نرى مثل هذه الصور التي تمس بكرامتنا وبكرامة شعبنا.
هل ترى أحد منكم في باريس أو في لندن أو في أي دولة أخرى من يستقبل السواح بمثل هذه الصور؟ إن كانت هناك شركات خاصة فلتعمل هذه الشركات الخاصة داخل الفضاء الخاص وليس داخل الفضاء العمومي. هذا يمس من كرامتنا، هذا يشتحولوا بالمحارم أو مشموم فل. نحن شعب مضياف، نؤمن كل ضيوفنا عند حلولهم وأثناء إقامتهم في تونس، ولكن لا يمكن أن نقبل بمثل هذه المظاهر التي تخل بكرامة التونسيين. ناقص كان باش تمشي الحكومة الكل البرد حلق الواد باش يشتحولهم بالمحارم، تفضلوا مرحبا، ولكن ما ريناش في دول أخرى هذه الصور، وهي صور قديمة انتهى وقتها. هذه الصور يبل وجمل يشرب الحليب وورد، مرحبا بهم ونوفر لهم كل الظروف للإقامة، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يمس بكرامة التونسيين. به فيصل بن عيسى، رئيس الجمهورية لما حكى مع وزير السياحة ركز على نقطة، وأن ولينا شوية كيتش بو حكي حتى على نوع من السيادة. أنتوكا المطلب كان واضح، هو يلزمنا نجدو في طريقة استقبالنا للسياح، مش كيما قاعدين نعملو من وقت بعيد. راهو احنا قلنا هذا في برامج اخرى، راهو من وقت برقيبة معناها الوزرة تمشي كي تبدا هكا التوريزم في بعض الاشكاليات تمشي تستقبل السياح. للتوضيح سي فيصل، انت مولى الجمل اللي يحكي عليه الرئيس، انت تعمل في نفس الانيماسيون من 15 سنة ولا تطورت شوي؟ مش صحيح، انا احكي لنا ترى احنا تقريبا الدخول انتي بديت لك 17 عام اي اللي تخدموه ال 17 عام تالي، واليوم نتصور لي لا مش كيف كيف اي احكي لك. لكن نحن باش نقول لك حاجه، نحن جبنا ضيفنا حسن الدوس عمل لنا سبيكتاكل في وسط البرد، جبنا فرقه سهاب الخوجة، جبنا حسون عبد اللهوي نتاع الجرار، جبنا سي محمد علي صفاقس الله يرحمه فرقه سيمفونيه تونسيه عملنا في الهول. نحن راو الطبله والزكرة مده العرض هذا يدوم 10 دقائق برابور النهار كامل خدمة، يدوم 10 دقائق لأنه عنده جزء صغير معنى هي تدخل السفينة يبدو رقدين يبدو تعبين. نحن شنو الأوبجيكتيف متاعنا؟ اللي باش يخرجوا اكسكورسيون هذا موحدهم، وفما 30-40% ما ينهمش باش يخرجوا. نعملوا شوية الحس من الأول يفيقوا يطلوا يراو جمل يراو الفولكون يراو النشاط، يهبطوا باركوريزيتين دخلوهم للفيلاج يشريوا يقضيوا يتحمسوا يخرجوا يعملوا دورة. هذيك تجي تحسبها وصلنا من 30% هبطناهم حتى ل 10.9%. نوضحوا شنو ما 30% وشنو 10%. هبش نقول لك البابور يعمل في 65-60% اكسكورسيون بيع لهم كيران. خلي نوضحوا ساعة باش الناس تفهم. البابور كروزير قداش فيه من سايح؟ في حوالي 6000، هو يستلف 500. انت وقت حضرنا البرنامج قلنا انه جزء منه ما يهبطش، جزء كبير ما يهبطش. المجهود الكل باش نهبطوهم، باش تهبطوه باش يعمل دوره في تونس باش يشجعوهم يخرجوا يصرفوا. بالضبط، لانه من بين اولويات البابور انه ما يخرجوش باش فلوسهم تقعد عندهم يصرفوها ابور على البابور. على البابور احنا كدوله وكخواص وكدوله نفس المعركه، هو انه السائح اللي موجود في الباتوت كروزير يهبط من الباتو ويصرف في تونس المدينة. بالضبط. هذايا قديش نسبة على 6500 قديش يهبطوا حسب الأرقام اللي عندك؟ نحن يهبطوا حوالي 55%-60% كيران. يعني تقريبا هذوما مبيعين في البابور، يعني في 2500 شخص نجيو نحن نخليو منهم 10%، هذوما ال 35% اللي ما عينهمش باش يهبطوا نعملوا نحن نشاط نهبطوا منهم نخليهم في الديس ولا 15% ولا ما قل. الشعب تعملوا دورة فقط قد في لا لا يخرجوا يخرجوا خاطر يكومونيكيو معنا، نحن نتكلموا لغات كرة. نعرف نعرف. يخرجوا معنا نكلموهم نقولوا لهم هاي التاكسي منها او ترانسبور منها، راهو تنجم تخرج تنجم تمشي تعمل عومة في حق الوقت تنجم تمشي لتونس اللي بوسعيد راي على 10 دقائق من البرت يتحمسوا. يعني انت زاد باش نوضحوا حاجة، احنا هوني راهو كي جبنا سي فيصل بن عيسى خاطر هو المتضرر قال لنا قبليك وانه تم طرده بصفة تعسفية مساج مساج بالتليفون مساج من عند شركه تونس للرحلات تنحاولوا نسمعوا بعد الطرد هذا. لكن راه انت كيابه السياح مش انت اللي باش تستنفع، باش تستنفع الدوره الاقتصاديه الكل كل كل على بو على اخوه كل اللي يبيع في الشاشيه واللي يبيع في الكاسكروت واللي يبيع في الجو والتاكسيست. وقتها محمد عياري يعطيه الشاشيه يلبسها وهو يدربك يلبسها له ويعمل بها تصويره يرجع يمشي يشري 5-6 شواشي. واضح. فيصل بن عيسى نرجع للسؤال اللي تسأل
هل أنه أنتو ما عندكم محاولات متاع تجديد وكل؟ أنت لو كان يعيطولك في إطار لجنة محترمة معناها من وزارة السياحة بجي تقولك سي فيصل احنا أبريتو دول نخلصوا فيك رانا منيش لا ما يخلص فيها حتى حد اي عطينك رخصة دون ساعتين فاسون اي يعني انت تستنفع اذا صح نستنفع بالطبيعة ماذا بينا رانا احنا منيش راضين 100% ماذا بينا كان تبدلنا حاجات انت بطبيعة الحال هذا تقبله وتتناقش وتفكر مع الناس انا والجيلاني ساسي مسؤولين على التنشيط داخل الميناء هو عنده الفولكون وانا عندي جمل الفولكون وضعه الصقر صقر احنا ما ندخل الميناء الا ما نقدموا برنامج تنشيط سنوي للقرية يتغير كل عام ويتغير كل عام نبدلوا برامج ونزيدوا وننقصوا عنا البوسعدية عنا جلجلانة عنا الملوف هو في ان واحد داخل الميناء وقت اللي جاء وشافوا فما الملوف وفما الحضرة هما ما عرفتش راهو كان الطبان اما باش نقول حاجة مهمة برشا راهو المنظر المسيء اللي انا بيدي شفته ما عملناهوش لانا لجيلاني شكون اللي عمل معنا اجا نقول لك شكون مش شكون يعني لا 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 ما عنديش حاجه نخبيها احنا اليوم نحن انا والجيلاني عاملين بلانينغ بتاع انيماسيون نتلفت نشوفوا لي زيسيزو داخله والحصنيه والعباد وليدات صغار وحاله درا كيفاش قلنا بون بيتاتر كيما تعمل وزاره السياحه وزاره الثقافه كيما تعمل ساعات يبعثوا تنشيط ساعات قلنا فما اورغانيزاسيون باش يرونفورسيو لانه نهارتها كان فما الكوستا فافولوزا من 7 سنين ما دخلش لتونس تفضل هي كان الكوستا وقتها اول نهار من 7 سنين وقلنا مثالش باش ندعموا المشهد نتاع التنشيط معنا رجع علينا اللاستيك والمصيبه اللي عمل العمله هذه قاعد يخدم الرئيس تكلم على المشموم نتاع المشموم مازال يخدم العقوبه جات لي انا والجيلاني ساسي بركه يعني اليوم نحن رئيس الدوله يتكلم ونحن معاه ونحب نطوره ونحب نغيره لكن مش تقصيني وتقول لي الرئيس هو اللي راهو تعرف يقولوا لي الرئيس هو اللي بطلك واضح خلينا نسمع ونشكروه اللي تفاعل معانا سي سامي دبيش الموجود على المباشر مدير الأنشطة والرحلات السياحية بحلق الويد سي سامي دبيش مرحبا بك في عنا أجندة على اليافام وشكرا اللي تفاعلت معانا على اللايف سي سامي سمعت يظهر لي كلام سي فيصل بن عيسى أولا خلينا نسأله البعد الإجرائي والقانوني هل أنه سي فيصل بن عيسى تم إيقاف نشاطه بصفة قانونية أم أنه إيقاف عقد العمل متاعه هذا تم بصورة خلينا نقوله مزروبة شوي به. مرحبا بكم مرحبا فيصل مرحبا الناس الكل توقيف نتاع فيصل كما قلت نحن نتعاملوا في ميناء حلق الويد رحلة سياحية بالتعاون والتضامن مع دونك الديوان المواني السياحية الأول رسالة جات دونك التوقيف الأنشطة نتاع فيصل جات دونك عند إدارة الميناء قالوا لنا نحن أبارتيغ دو ليسكال بروشين اللي هي دونك نهار الخميس اللي فات تعدات ما عادش تم أكتيفيتي أظن تفاعلا من عند دونك سيغمون هما نحن ما نجموش نحن وقت يجينا دونك مكتوب ولا مراسله من عند الديوان ما نجموش نقول لا ولا نمشيو ضد المراسله هذيك كيما قلت لك نحن نمشيو بالتعاون نمشيو نسون دي بارتنير اذا كان هو شايف كونه يجب تاخذ الاكتيفيتي انا دونك يلزمني دونك باش نمشي مع الطلب نتاعو اللي جاني اوفيسيال ونوقف الاكتيفيتي جست للتوضيح سي سامي جست للتوضيح المراسله جادك من اداره ميناء حلق الويد اللي انتم تابعينه En fait, il y a concession, il y a concession, حلينا دونك الرحلات عندنا لي دو انفستيسور سو سون دي سبيسياليست واحد في لي باتو وجاب لنا دايور لي باتو نتاعو والاخر في التصرف في الابراج هي دونك مستلزمه نقولوا دونك خاصه معناها انا جو سوي اون انتيتي كومبليتمون انديبوندونت مي ديما تحت التوتيل نتاع لوتوريتي بورتوير اللي هي الديوان دونك المواني دونك يجيني انا مكتوب يقول لي راه اوفيسيالمون يلزم من الرحله الجايه تتوقف الانشطه هذه الكل
انا معناها ملزوم باش نتبع المكتوب هذاك، خاطر نورمالمون المكتوب هذاك صار بعد تشاورات دونك وصار باش وصل بعثه هنا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، وقت اللي فايصل سمعته قال انا توا ممنوع من الدقه، معناها مش تدخل البرد ولا عندي معناها ايقاف نتاع الانشطه نتاعي ولا طرد تعس، وكي هو لا با دي تو، الكونترات نتاعو معانا فايصل مازال جاري، خاطر نحن هذوما اللي يجيو يدخل كل كوسوسوا لي بوتيك نتاع الفيلاج ولا نتاع الاكتيفيتي هذيا نتاع الانشطه وكل شيء، بيان سور ثم ان دوسي كامل وصح فيه اول وحده هي دونك الديوانه، من بعديك الاوفيس دونك نتاعنا لوفيس تاع المانيا البحريه دونك توس والشرطه كل شيء. دونك اذا كان جاء هو مرسول ولا قالوا انت موقوف من الدخول، لوتوريزاسيون تاع كل ماهيش نحن نعطيوها لولاد شيبين كروز، هي خاضعة دونك للداخلية للشرطة دونك للومابي ديوان الموانئ البحرية اكسيتيرا. دونك هذه دونك انا معناها ما خرجش كونه كما قال هو دونك طرد تعسف، نحن فيصل ما طردناهش، بقى جات ديسيزيون تقول وقف الانشطة، انا مجبور باش وقف الانشطة، جات ديسيزيون اللي جات تقول ما تدخلش. يعني سامي دبيش، يعني اليوم الكرة عند إدارة الميناء، لانه بالمراسله اللي عملتها لكم انتوما شركه الانشطه ورحلات سياحيه بحلق الواد، ما دام منعت واحد من اللي بريستاتير نتاعكم باش يدخل، هو قانونيا ما ينجمش يدخل، لانه يعني الكونترا اللي ما بيناتكم ما ينجمش يتطبق على ارض القانون، كان اخوها من البعد القانوني والاجرائي فقط. معنى تم تأويل كما قلنا، يبدو أنه تم تأويل خطاب رئاسي بطريقة ما خذتش بعين الاعتبار الناس اللي موجودة على الميدان واللي وراها مصالح. سيسامي نسألك تو، نبعدوا أكثر شوية من الموضوع، النشاط اللي يعمل فيه فيصل بن عيسى، تفهم الناس اللي وصفوه أنه كيتش وتشيب و ما هوش مودرن، في حين أنه هو يقول لنا أنه قاعد يجدد وقاعد يخمم ويفكر في التطوير وكل. شوف توا باش واحد معناها حقاقا الحق، هو من 2009 2010 حتى توا نفس الوضعية هي بيدها، دوك نستقبلوا في العباد معناها بالجمل بالطبال بالزفرة بالرقص الشعبي اكسترا. كوننا نقولوا كونه يلزم نطوروا فيه، أنا موافق كونه يلزمنا نطوروا فيه. ما نوع مش تقول لي انا شنو خمم عليه كيتش ولا، تعرف كل واحد عنده رايه. مثلا انا السائح ما جاتليش ما عنده ريكلاماسيون باش يقول ما عجبنيش ولا حاجه. نحن تو كنحبوا نعطيو باركونتر صوره لتونس معناها مطابقه للعصر وندخلوا الديجيتاليزاسيون صغاء، هذا الكل قاعدين نخمموا فيه. وكما صرحت انا قبل معناها وزاره السياحه من اللي بدينا نحن تو عنا عامين وهما معناها يقولوا لنا دونك لازم نطوروا لازم نبدلوا. اوكي بالنسبه لي نحن ما كانش هذيك البريوريتي، خاطر نحن باش وصلنا عودنا حرينا الفيلاج فك المهله هذيك اللي هي بعام برك، معناها ما تصورش شنو كان ثم تصليحات، كان ثم المانتونونس باش الفيلاج باش نعاودوا نحلوه باش نعاودوا نفعلوا باش نحضروا لي كونترا نتاع معناها لي نوفو لوكاتير سيغا. دونك هذيك داخله في برنامجنا، داخله في البلان داكسيون تاعنا باش نطوروا هذاك الكل. بدينا حسنا على خاطر عملنا، ولكن نجم يقول لك فيصل حكينا مع بعضنا قلنا له يا فيصل بدل شويه في اللبسه بدل شويه في حاجه، مي معناها دونك داخل هذيك مرحله التطور داخله. دونك انا اون كونكلوزيون ماشي مع التطور هذايا، ما نطبق جاء مرسول دونك اوفيسيال باش يقول نوقفوا ليزاكتيفيتي نوقفوا، ونحن تو هنا قاعدين دونك قاعدين نشوفوا مع الاطراف المعينه كيفاش باش ندرسوا الموضوع، كيفاش نجموا الراي معناها شنو باش نعملوا في كيلكو زيسكال اللي مازالوا، خاطر مازالوا 4 ولا 5 اسكال ديسي لا، الاطراف المعنيه بالامر الكل في بالها، انا راسلتهم ونستنى باش نعملوا اجتماع باش نقرروا شنو باش يصير من هنا الاسبوع القادم، خاطر زاد عندي دي عندي دوت فارماتور باش يجيو، هذايا هولندا امريكان جاي باش يشوف معناها باش يشوف الاسكال باش يشوف كومون سباس، عندنا جروبات الكارنيفال يو كي اللي هو معناها معمر معناها كثير مهم باش يشوف انا دونك يزيني يشوف كيفاش في الرحلات هذيا لو طون اللي يجيو ليزارماتور اللي باش يعملوا عنا ريزرفاسيون السنوات اللي القادمه هذيك ماشي شنو باش يصير بعد. دونك الكره عند الناس الكل معناها عند الاطراف المعنيه اللي هي نقصد بها انا السياحه الديوان الثقافه وكل ما نجم يعاوننا بالكوميونيكاسيون. سامي دبيش شوية إشهار حتى احنا حشتم شوية فلوس ونرجع بعد شوية نكملوا معاكم نحكيوا على هالإشكال هذية
اللي قاعد يتحول إلى إشكال زادة قانوني شغلي إنساني. اقعدوا معنا في عنا أجندة. عنا أجندة. عندنا أجندة. مراد الزغيدي كل سبت من نص النهار لساعتين على إيفام أحلى راديو. مرحبا بكم، مازلنا نص ساعة في عنا أجندة نحكي وعلى السياحة اليوم وعلى التنشيط السياحي وعلى ما يحصل في برت حلق الواد لاستقبال لكروزير. سمعنا قبيليك الحالة متاع فيصل بن عيسى، سمعنا سامي دبيش موجود معانا. خليني نشوف ساعة ضيوفي خطر الزوز ممزوز لهين ياسر، كان ميل جعيت الخبيرة في الاتصال والسياحة والتراث اللي هي من أكبر المدافعين على السياحة البديلة موجودة تتدخل معانا، ومن بعد محمد علي كمون من أهم الباحثين في الموسيقى تفسر لنا علاش الزكرة والطبال معتبرين كيتش لهذه الدرجة. لكن قبل هذايا ملك معلاوي مشيت سور لو تيران، مشيت الحلق الواد وقابلت السواح اللي هابطين من الكروزيرة وتفرجوا. صباح الخير، رجوعا على انتقادات الرئيس قيس سعيد من نهارين التالي على استقبال السياح في ميناء حلق الواد، باش نشوفوا كيفاش باش تكون اليوم اول استقبال بعد قرارات الرئيس قيس سعيد. مازلنا في ميناء حلق الواد وكما قاعدين نشوفوا السياح بدات تخرج من الباخره، وحسب ما انا قاعدين نلاحظوا اللي ما فماش الاستقبال اللي مستنسين به. أيها باش نشوفوهم باش نسمعوا بعض السواح يحكيو مع ملك المعلم. سالون بروفانس. من فلسطين. من الأردن. سي لا بروميير فوا كو جي فيان تونيزي. وي. أول مرة نيجي تونس. بس كيلكوز أور تونيس كالا. تونس فقط يوم واحد يعني. تقريبا 9 ساعات. بعدين رح نمشي بالسفينة ونروح على مناطق ثانية. أنا توا هذه كيما قلت مش أول مرة. كان قبل ثم استقبال، ثم هو فولكلور تونسي، ثم استقبال. اليوم لاحظت ما ثم شيء. والله الشيء تونسي حلو محليه، كي نهبطوا كل استقبال والجمولات والفولكلور وفما اللي لابسين كل لبس حنا بعل، اما اليوم كي هبطت ما لقيتش، لقيت العالم التونسي، قلت له احلى من كل شيء. هذا التصوير كان ولت البارح بالتدقيق في حلق الواد، وهاكم تشوفوا الناس اللي قاعده تهبل اللي كنا نحكيوا عليهم قبيليكا. نزاول المهنه هذه من 2007 في بورت حلق الواد، من قبل حتى من تبني القريه كنا حطينا معناتها انفراستركتور نتاع نوعيه نتاع انيماسيون تكون راقيه الى بعد الحدود. نزاولوا في الخدمه نتاعنا. اخر ما صار معناتها بعد ما سيد رئيس الجمهوريه عمل المداخله نتاعو مع السيد وزير السياحه، اللي نحن ما عندنا حتى اشكال في الامر هذا بانه نطوروا. سيد الرئيس راهو الكلام اللي قاله صحيح الى حد كبير برشا، ولذلك نحن التزمنا بايقاف النشاط هذا. ما رانا يجي مراسله من 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 لوفيس، من لوفيس دو بور، من من تحديدا من سيد المدير اللي نحترموه، قرا خطاب الرئيس بطريقته وتصرف في الحدود هذيك، بعث مكتوب، لكن مع رأي المتواضع مبالغ فيه انك توقف ارزاق 40 بشر. جمال سيسي، كيفك انت لطفي بن عيسى، من الناس اللي تخدم على البورت كل يوم بالانيماسيون تاعو، هو يخدم فيصل بن عيسى قلت، دونك هذيا من بعد قاعدين نشوفوا في لي توريست اللي هبطوا الاسواق. الديسكور نتاع سياده الرئيس شديت منه كلمات كيما تطوير، مواكبه للعصر، تغيير شويه في الفولكلور، ما سمعتش معناها ما فهمتش كونه لازم يقف الانشطه الكل تقف معناها مع بعضها يوم استقبال الباخره. هنا وقفنا كل شيء، هاو اليوم دونك لو كي فارغ، ما جاء حتى حد باش يسهل باش يشوفنا شنو عملنا، اسكو عملنا بديل ولا لا. بون معناها سي فاسيل باش واحد ياخذ ديسيزيون ويبعث مرسول يقول لك اوكي وقف كل شيء، اما انت نهار توصل الباخره فينك؟ ايجا شوف انا اقف معايا، خاطر انا توا قعدت في ديلاما. واضح هذا كان تحقيق ملك معلاوي على الميدان. ميل جعيت موجوده معنا على المباشر وهي من اهم الاخصائيات في الميدان السياحي. ميل تسمع فيا هكايا؟ مثال حتى كان ما عندناش الصوره عندنا
الصوت. هل أنه النقاش اللي قاعدين نفتحوا فيه، نتصور كانك سمعت برنامجنا من قبليك، دليل أنه اليوم قاعدين نتخبطوا شوية في صورة، في محاولة أنه نخرجوا من الكيتش، ولكن ما عناش بديل وما ناش فاهمين بالضبط الحاجة اللي لوجوا عليها لما نستقبلوا السواح؟ المشكلة اللي صارت مراد هو حاجة واحدة، هو اللي احنا في كل ما جينا فرصة باش نتعلم ونخدموا مع بعضنا ونتناقشوا مع بعضنا نولي ونتبهوا في شيء غلط ونحبوا ونزيدوا انكور اون فوا نوريوا اللي احنا اوني انكابابل باش اليوم اللي عملنا في المطار في طريقة الاستقبال أكهو أمال الصوت مش باين، انت موجودة في جربة، حاود أقعد في بلاسة كونكتي مليح وما تحركش منها. محمد علي كمون الباحث في الموسيقى والفنان المعروف واللي أنتج من أبرز الإنتاجات في السنوات الأخيرة حول التراث، نرحب به. محمد علي نجح في كل عروض متاعه، وخصوصا أنا عايش خمام في محمد علي كمون لأنه على الذكرى والطبال ديما نحطها كموسومة شوية، الذكرى والطبال جايين مدينة قرقنة واللي خدم عليهم في 24 بارفان محمد علي كمون. محمد علي كمون مرحبا بيك. اليوم باش نحكيو في موضوع في العادة أنت ما تحدثش فيه، لكن نعرفك ملاحظ ومهتم بيصير في البلاد في التوريزم. النقاش هذا يا محمد علي وقت نسمع وصم للذكرى للطبال نعتبروهم كيتش، نعتبروهم تشيب، علاش الصورة هذه لدى بعض الناس، لدى بعض المحللين، قد يكون كذلك لدى بعض السياسيين، منين تبدأ الحكاية هذه؟ شنو هي أصلها؟ هو أول حاجة هي الحكاية معقدة شوية الحقيقة، يعني هو القرار اللي تم اتخاذه يشمل يعني استقبال السياح وما هوش اقصائي فيما يخص الالات، والا احنا نحب نقصيو الالات هذه، هو السؤال هذا من غادي. واضح. انا نحكي على الصوره محمد علي، على الليماج. ليماج بالنسبه اذا كان انا اليوم نحب علم تونس نحط عليه زوز الات يمثلوا تونس في تراثها، نحط الذكره والطبله. كريم الات اي اكثر آلات تميز تاريخنا والتراث التونسي هي الزكرة والطبلة. الزكرة والطبلة نلقاهم موجودين في الشمال، في الشمال، في الجنوب، في الوسط، في المناطق الداخليه، في المناطق الساحليه، في المدن، في الحضيض يعني في الحاضره وفي الباديه، يعني الآلة هذه متفشيه وتمثل التونسي، تمثل تاريخيا في عند البدو نلقاها في الجنوب الذكرة والطبلة، عند في الحاضرة نلقاو في الذكرة والطبلة ميم سي فما اختلافات، لكن نلقاو في صفاقس الحضرة تاع صفاقس نلقاو الذكرة والطبلة، نلقاوها موجودة في العيساوية، في العشارة الساحلية الكل، في المهدية، في المدن نحكي يعني ديجا موجودة في المدن بالكدا. الآلات هذيا نظن أنه معناتها هي الموروث نتاعها واللي براتيك تاع الآلات هذية قاعدة مسجينة الاستعمالات مع الفلورية وما عطيناش حقها. نظن هذه نتيجة سياسات معناتها ثقافية معناتها متراكمة وسياسات إعلامية الآلات هذية، ونظن زاد الموسيقيين بيدهم عندهم دور في أن ما طورناش يعني الإنتاج فيما يخص الآلات هذه، ما تأقلمتش برشا مع الوقت نتاعها ومع المحيط ولا خلينا نقولوا مع الموسيقات مع المعاصرة مع اليوم يعني فهمتني. يعني كان جيت تدخل صغير توا في تونس ولا في تسوسة ولا في نابل، انا توا مثلا موجود في نابل انا نشرف على مشروع في اطفال، الاطفال هذوما كي سمعوا الذكرى وطبلة مليون وفي دار شعبان هنا قريب برشا نفروا منها، بالنسبة ليهم شنو هذا وما يحبوش، ويحب يغنيوا كامل بالفرنسية وبالإنجليزية. هذوما اسكو هذا هو المساج اللي نحبوا نوصلوا لهم؟ لا، لكن هما كي شافوا الآلات هذه مستعملة في إطار ربحي مع بيانو مع أبياج سونوري بس متعودين به تقبلوها أكثر، اللي يحبوها عندي صغار يحبوا يتعلموا ذكرى يحبوا يتعلموا على الطبلة،
يعني نظن ان الحكايه معقده شويه، فيها شويه عقد الحقيقه من الحاضره، لانه احنا نعرف اللي فما برشا عباد يستعاروا واضح. في نفس الوقت هي تمثلنا، في نفس الوقت تمثلنا اكثر من البيانو. اي ومحمد علي كمون، العباد اللي يستعاروا يمشيوا يخلصوا في المهرجانات باش يتفرجوا في 24 بارفان سبيكتاكل نتاعك. هذه هي سكيزوفرينيا التونسي. انا مش نعطيك سكيزوفرينيا اقوى من هذه. احنا في المعاهد الرسميه، في المعاهد يعني الرسميه، المعاهد المختصه في الموسيقى، لما الطالب يدخل نوجهه للآلات الشرقيه والغربيه اساسا، ما نوجهوش للآلات هذه. ولما يعمل هو يمشي يحاول يتعمق، يعمل رساله في الدكتوراه ولا رساله في الماجستير، يلقى روحه معناتها مضطر ان يشتغل على التراث وعلى اشكاليه علميه اللي هي معناتها اللي هي تدافع على روحها، يولي يبعد على الآلات هذيك الكل ويشتغل على التراث، يشتغل لك على يخدم لك على التراث في منطقه معينه ولا كذا. في نفس الوقت تدخل المعهد على الموسيقى مش تلقى نغنيو في الليريك، نغنيو في الآلات الغربيه، نغنيو في الموسيقى الشرقيه. يعني فما ديجا سكيزوفرينيا موجوده في الموسيقى نتاعنا بالضبط. هو فما سكيزوفرينيا وساعات فما تنوع. ايا باش نرجع لك راسك مال سي فيصل وحتى سي سامي اللي يسمعوا فيها، وانتم نعرف استأتوا من بعض الوجوه الاعلاميه اللي خلي نقول مشيت اعطتكم شويه مسرو. اي خلينا نسمعوا صديقنا حاتم بالحاج تعطيني نجاوب. بيان سور بطبيعه الحال. شكرا. او شنو قال عليكم زميلنا حاتم بالحاج مثلا؟ هو كما نحن نعرفوا اللي فما مشكله لم تتطور السياحه، وهذايا معناها اون ايماج تاع السياحه التي لم تتطور من وقت لطفي بالحسين والكلوب ميد. لكن في كل بلاد مثلا كي تمشي تايتي يعرضوا لك لي فايني بالمشموم نوار كل شيء لو فولكلور. هذايا الحاجه اللي بالحق انا معناها نشاطروا فيها ما عادش يشبه لنا شيء هذايا. معناها ريتا والسيد اللي لابس كما حنا بعل وشادد نسر، انا جوغي بريفيري مثلا نترى ناس الحضارات الكل حاجه مدروسه، حاجه تكون مودرن وسي. خاطر هذاك تو برمي عمرك شريت جمال قاعد على كليم معناها في حتى في في الاطار نتاعو. باه هذا حاتم بالحاج. هيا نسمعوا سي حبيب الجربي في الدوامه عن زميله محمد الخميسي. بالنسبة لي عادي جدا باعتباره أنه عندنا فترة كبيرة نعتبره أنه المظاهر هذه فولكلورية تجاوزها الزمن عنده برش، عندنا برش النادي، وأنه نوريه تونس أخرى، نوريه تونس الثقافة، نوريه تونس بتاريخها القوي، يزينا من المظاهر متاع الفرحة المبالغ فيها كما يقول الانجليزي تو ماتش، ياسر فوق القيمه. بون ما فماش مقارنات بينه وبين فرنسا، خاطر احببنا او كرهنا احنا كشعوب عندما نفرح ونبتهج نغنيه ونشتحوا عادي، لكن فوق القيمه ما يجيش الغناء واجتياح بمجرد وانه استقبلت شخص. ونكملوا بصديقنا عاد نجيب الدزيري، صديقي كل صباح في الميسيون امبوسيبل من 7 ل 9 ونص على اي اف ام. واش قال نجيب؟ بالطبيعه اذلال الشيب تضربيه تطبل وزكروات المشموم كيما قال رئيس الجمهوريه يعطي الساعه نعناكسه كان الحكومه مش تقدر تشطح بالصحاره ولا كلوزف. هي كيفاش هالخوضه هذه الكل باربع اوروات يجي يقعد لك ويشرب لك ويستعمل لك الماء ويشرب لك كل شيء بقديش تكلفه المستفيد وهي وكاله الاصفار. اي سي لطفي فيصل سي فيصل سامحني سي فيصل ايش تجاوب؟ وبرشا وجوه اعلاميه اخرى اعطتكم مصروفكم. اولا بالنسبه للوجوه الاعلاميه الكل انا ناكد لهم إن شاء الله إذا كان ما لقيتش حل باش يكون فما اعتصام مفتوح قدام عدة وسائل إعلام اللي شلكتنا واللي قدمتنا بمنظر مزري واللي هي ماهيش على دراية باللي قاعد يصير، ونوعدك اللي باش تكون وقفات احتجاجية دائمة أمام مقرات إعلامية، هذا رسمي يعني نقوله لك. بالنسبة لسي حاتم بالحاج ابعد علي فيه، ما احنا أنا جبتك عاد احنا هوني أول راديو تجيبك صحيح ولا والوحيدة؟ لا انا جيتك هي ما تقبلنا انت صحيح انا وزي ما نضيعوش وقت خلينا نمشيو اصل الموضوع. بالنسبه لسي حاتم بالحاج او حاتم بالحاج نحترمه لانه ولادي كان يرقدهم هو بالسبوعي مدى الحياه التو يرقد فيهم بالسبوعي. حاتم بالحاج نحب نقول له راهو الكي يزم كي يتكلم يعرف ايش قاعد يقول. الكي بيتون وقدرون، والتوريست كي يهبطوا يسخفوا على الحيوانات وما يحبوش يروا حيوان يعامل معاملة سيئة. دونك الجيلاني يعامل الفشفاشة
باش يبل العصفور كي تبدا الدنيا سخونه، لانه نحن نخدموا في 54 سخانه صيف السنه، من الخمسه متاع الصباح للسته متاع العشيه في بلاصه ما فيها الظل. لكن بارادتنا ونحطوا فلوس في مكاتبنا، جمال هذاك حرام نعذبه، يلزم يكون نظيف، يلزم يكون شبعان، يلزم يكون مش مريض، يلزم نفرش له زربيه يبرك عليها باش ركيبه ما توجعوش. سينو اول سايح باش يهبط يقول لي علاش تتخات ان انيمال بالطريقه هذه حرام. واحنا نحضروا في البرنامج وريتني الملف الصحي والطبي نتاع جمال، برك الله ما تنجم، ما عندك معناها مراقبه شهريه ولا ست شهور مع قد مورد رزق. ذكرني عندك اسيرونس بالطبيعه؟ عندي لاسيرونس دو لا ريسبونسابيلتي سيفيل، عندي التلقيح نتاع وزاره الفلاحه، وعندي التلقيح نتاع البيطري نتاعي، ويلزم نجيب تلقيح رابور من البيطريه في واد الليل اللي هي جات عملت فيزيت وشافت وقلبت الجمال اللي هما في حاله صحيه وما عندهمش نعمل تحاليل مالادي بارازيتوليا والخدمات. وانت هذا ماكش ضده معناها حتى كان بالعكس ماذا بيك يراقبوك. لازم نقول حاجة، راو النظام ربي خلقنا منظمين، نحن نهربوا من النظام. كي تعمل قانون باش تنظم حاجة باهية راو يظهر صعيب من الأولى، ما والله من بعد ما سألش منه راو مسألة إجرائية يولي دونك. حتى بالحاجة اللي جاوبته بالنسبة للجزيري تزيري تزيري تزيري، أنا نحب نرتقي بمستوى التطبيل اللي هو، لأني يبدو لي أنا إذا كان فما الطبال يلزم يحلوا عليه الكتاب راو هو، لانه انا على الاقل نطبل نخدم معايا في العبيد زميلنا عادي. لا لا ما انا ما ذميتش فيه، ما ذميتش فيه، اما باع الدنيا كله وبالطبل نتاعو وربي عينه. اما نحب نقول لك ارجع لتصاور وفيديوهاته خمس سنين التالي وارجع لوجهه تو صغار في العمر من التطبيل. باهي مش هذا موضوعنا، وجيبني معاه راسه راسته وتشوف اللغه اللي نحكي معاه. ولا لا لا جيبني نحبه يبدا حاضر. باهي نرجع بجديه، سامي دبيش مازال موجود موجود معانا وتونس زاد محمد علي كامل. سامي دبيش بالحق حسيتكم انتوما وانت زاد يذري مع ليزيكيب نتاعك استأتوا شويه من مجموعه من الاعلاميين اصدقائنا هما، الحق معناها جات اتاك اون ريجل. هذا هو لو ريسونتي نتاع لي توريست والا ما قالوا حاتم ونجيب وناس اخرين في منابر اخرى بعاد على الواقع في رايك؟ بون هو سي فري التوريست نهارتها كي هبطوا فينو الجمال هما اثريتهم تلين كاميلو كاميلو فينو الجمال وكل شيء، حتى الكماندا من بعد هبط عمل دوره وقال لي معناها يظهر لي هو خاطر صديق دونك فايسد بيسكو يعرفوا من اكثر من 15 سنه وكل ما يجي ديما يلقى مع فايسد يظهر لي كي هبط كلموا في التليفون قالوا شنو صاير الحكايه نظهر لي حكايه وياه وانا فيديو قلت لي سالتنا لاجون ماريتيم قالت لي معناها كي شنو تو قالت لي هاو الكماندا معناها قاعد يتساءل علاش ودايوغ تما مكتوب ان ايميل بعثوهم بعد ما مشاو مجموعه ام اس اي قال علاش معناها مش موجود الاكتيفيتي كيما العاده ورانا نحن معناها من الابلاط الكل تونس تعجبنا خاطر ثم الاستقبال هذاك. بون هما ما عندهمش فكره ما بين ما يعرفوش شنو التطور نحكيو عليه نحن ما يعرفوش شنو خاطر عندهم هذيك هي الصوره اللي قاعده ديما هما قبل ما يعطوا لي توريست الاولاد يعملوا لهم بتيت فيديو الفيديو اللي يحطوا فيها شنو عندنا اكوي دونك ديجا كيشوفوا هما في الجمال الكل يبداوا فرحانين باش يهبطوا باش يتصوروا مع الجمال اكسترا. حاجه اخرى نحن الغايه راهو نتاع الانيماسيون هذيك خاطر كيما تعرف وقت اللي يجي البابور في 5600 ولا 6000 سايح فما نقولوا 2000 2500 يمشيوا في دونك في الرحلات عندنا 1500 حوالي يمشيوا في السيرفيس تاكسي نتاعنا والباقي يقعدوا اكثريتهم في البابور. هذيك كانت كي بداوا يطلوا هما من الغيستورون من الفيترين ولا من 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 من, من البالكون نتاعهم الطريقه هذيك يشوف يولي الكتيغيو يهبط كي يهبط هو باش يشوف في الجمال بيسكو هو بحر الباب نتاع الفيلاج يولي بتاعته تيان يا ان فيلاج فيه بوديبول يولي يدخل يولي يشري بالضبط. يولي يسلك معناها ديناميكيه كامله معناها تغيرت دونك خلينا نعطي سؤال اخير لمحمد علي كمون ونشكره انه قعد معانا اليوم. بون محمد علي انت زاده سافرت لبرا وقريت موسيقى وانت دكتور في الموسيقى وكذلك دفعت على صورة تونس في الخارج،
قبليك عطيتنا تفسير انتروبولوجي تاريخي شوية على حكاية الطبلة والذكرى، نجم نمشي معاك في بعد آخر. هل أنه الطبلة وسمعنا كلمة التطبيلها واستعملها سي بن عيسى، هل أنه زاد محمد علي الطبلة مرتبطة بتقريبا بالأنظمة اللي سبقتنا قبل ما نكونوا بلاد ديمقراطية، وقت بورقيبة وقت بن علي وقت الشعب وكل كانوا ديما الطبال يا مطبل يا مطبل، علاش الكلمة هذه؟ عندك فكرة على الأصل حتى اللغوي؟ هل المطبل هو اللي يعمل في البروباغندا؟ هل أنه كل بروباغندي في تونس من وقت الشعب وقت بورقيبة يستعملوا الطبلة؟ هل أنه قبل كانوا يستعملوا الطبلة حسب معرفتك ودراستك؟ ذكر محمد علي كمون دكتور في الموسيقى، راهو معناه نحكيه مع أكاديميا أن بوالوغ. هو في جربة مثلا في المحفل الجربي وفي برشا بقاعة في تونس يبداو يفزعوا بالطبل باش يسمعوا اللي ما يسمعش اللي فما فرح في دار فلان، ما كانش فما اس ام اس ولا بالتجري ولا تليفونات. دونك الحاجه اللي مش تسمع العباد اهل القريه ولا اهل البلاد هذيك هو الطبل. الطبل يعني معروف انه يسمع، والطبل الي تري سونور طبل يعني ما بين الظفرين، هو بالظفرين هو بطبيعه ما تنحب اسمع اللي ما تسمعش يعني. بالنسبة سياسية في وقت بورقيبة في وقت كل عام يعني عيد ميلاد 3 أوت يعني لمدة شهر كامل يتداولوا يعني الموسيقيين وخاصة الموسيقيين يعني الفنون الشعبية يتداولوا على قصر بورقيبة لمدة شهر يعصفوا احتفالا بعيد ميلاد الرئيس الرئيس حبيب بورقيبة. يعني موجود يعني في الـ في الـ في الـ في التقاليد السياسيه موجود للاسف. ارتبط انا معاه باش نختم، انا معاه تصير معناتها نفكروا جديه في الامر اللي تطرح اللي هو راه مهم. الفكره انه فما بوليميك ما غير ما نقطعوا ارزاق العباد، والسائح اللي مش يجي كان انت مش تعمل له ذكرى وطبعا شو مش تعمل له يعني شو انت تجي ممثل تونس يا انت تحب تحياها كعادة في بحد ذاتها وتراها ان هي تقمز للحاجة معينة نجم نتفهم، اما ما نقضيوش على ارزاق العبيد هذه حاجة. وثانيا انك تحب نفكروا معها بجدية كيف شنية الصورة نجم نسوقوها لتونس انطلاقا من الموروث هذية في تصالح مع المعاصرة يعني. ثم الامكانيات هذه موجودة في 24 عطر فما طرح كامل معناته فني واللي صار في الموضوع مش كان 24 عطر، فما اكثر العروض اللي تظهر اليوم في تونس واللي يدخلوا اللي يتفرجوا فيها التوانسة اللي مش نسمي كان حضرة وزيارة مثلا هي عروض مبنية على الموروث نتاعنا بندير ولا طبلة مش كيف يعني التوانسة يحبوا الانماط هذية. وفي نفس الوقت التونسي اليوم ما هوش تونسي هذاك برك، التونسي يسمع البيانو يسمع الالات الغربيه وهذاك معناتها هي يحملها زاده في الهويه نتاعو. عندنا اكثر من 100 سنه الالات الغربيه تتقرى، شنو هي التونسي شنو هي الصوره ولا شنو هي الموسيقى اللي يحبوا يسوقوها على تونس اليوم؟ نظن يلزمنا نصالحوا مع التراث هذية وفي نفس الوقت يلزمنا زاده نعبروا عليه باليات تتماشى مع الوقت نتاعنا. محمد علي كمون بربي سؤال ما كانش محضرنيهوش، ما عرفش كيفاش تنجم تجاوبني ولا الجمل في الموسيقى التونسيه موجود زادة في تقاليدنا ولا عندك غنيات انت على الجمل؟ قعدت نخمم في حاجه سمعتها في سبيكتاكل نتاعك اعذرني نسيته. هو الجمل موجود في الاغاني مثلا كي تبدا في الكيف ويغني لك على الجمل، الكيف فيهش جمال ولكن كان فما الصيافه ولا يسميهم الهطايا في 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 الكيف يسميهم الصيافه لانهم البدو يتنقل في انت وقت الحصيده مثلا نتاع القمح تلقاهم في الشمال في وقت الصيف وذاك علاش يسميهم صيافه، في وقت الحصيده نتاع الدقله تلقاهم في الجنوب في الشتاء والى اخره. يعني الجمل موجود في الاغاني لكن مش موجود في الموسيقى، مش موجود يعني ما لكن الحصان يعني يشطح مع الايقاعات عند الفرسان موجود. الخيال هاي وقت البي بربي ياخذ سؤال خيال اي هو للتذكير حاجه مهمه قالها بربي. نختم من غير ما نعملوا محاضره محمد علي كمون، حاول اختصر لي خاطر نعرف كان حل الباب هذايا. نحب بتيتر نوضح راهو الطبلة والذكرى يبدو عند في المخيال الجماعي أنها موسيقى غريزية
مقارنة بالبيانو والعود والكمانجا اللي فيهم برشا قراية. لكن هذا ما يمنعش أنه راه ماهوش كل من هب ودب ينجم يضرب الطبلة ولا يلعب الزكرة. كلامي صحيح ولا غلط؟ لا، هي الآلات كلها فيها من الغريزة ومن الفترة وفيها من العلامة. بالعكس، كان ناخذ المثال نتاع الاتراك. الاتراك طوروا برشا بالذكرى نتاعهم وتتعلم في الاكاديميات نتاعهم. الاله هذه صعيبه، والذكرى نتاع الجنوب تتغن، ولا القصبه نتاع الشريط الجزائري التونسي تتعزف بتقنيات نتاع نفس صعيبه ياسر، اون ابني يعني تنفس وفي نفس الوقت يعزف، وصعيب يعني لي جوستيس نتاعهم ماهمش سهلين، يعني يلزم برشا اتقان، ماهمش سهلين بالكل الالات هذه. على عكس ما يتصوروا، على ما على عكس ما يتصور سواد السواد العامه، معني ها فيها تكنيسيتي كيف ما يقولوا، حتى هو تبل كيف كيف في ايقاعات ياسر صعيبه. واحنا كي جيونا سامحني، كي يجيك واحد يهبط لك من امريكا اليوم، شنو مش شنو الايقاع اللي مش سمحوا له، شنو الاله مش سمحها له؟ يعني فهمت كتونسي انت، اسالوا روحكم السؤال هذا. وهو ونحن في، شكرا لك محمد علي كمون اللي دخلت معنا، وتدخلك قيم جدا، وان شاء الله 24 برفان يوصل النجاح نتاعو. نحب نوضح لك نقطه مهمه. فيصل بن عيسى مازال عندنا 3 دقائق ونص. نحب نوضح نقطه مهمه برشا، اللي الحوالي 27 عازف اللي عندنا بنيانه وجيلاني ساسي داخل ميناء حق الواد عندهم بطاقه احتراف، وداروا شطر العالم في المعارض، يمشيوا لليابان ريو دي جينيرو، يمشيوا لالمانيا، يمشيوا داروا العالم الكل. دو، أنا نحب نوصل ميساج، راهو لا يمكن بأي حال من الأحوال نصدق اللي رئيس الجمهورية قيس سعيد أعطى تعليمات باش هو يكون سبب في قطع أرزاق ما يقارب 43 عائلة. متأكد اللي الرئيس ما يعملش عملة هكا، ما نجمش نصدقها. واللي يحس فيها أشك فوا وين نمشي باش نستقصي على معلومة يقولوا لي مشكلتك مع الرئيس، فما اللي قال لي برا يمشي فض مشكلتك انت والرئيس. احنا بطبيعه اداره ميناء حلق الويد كانت تحب، لا نحب نثمن المجهود اللي قايم به سي سامي دبيش، لانه كان صدر رحب لليوم وهو يعطي الصحه اللي دخل معنا اليوم. سي سامي دبيش قايم دور على احسن ما يرام، ودايور انا ما عندي كان سامي دبيش نتصل. فيصل بن عيسى، قديش واحد كيفك، احنا ركزنا على ميناء حلق الويد، لكن هذا التوجه العام نتصور ينجم يضر السخريه. هات سيدي نطبقوا، نسلموا بقرار الرئيس اللي فهموا اللي حلل قرار الرئيس بايقاف الطبله والزكره في البلاد، رغم اللي انا خدمتي اللي هو ما قالش هكا الرئيس. هات نمشيو فيه، الرئيس حكى عن نزل. الرئيس اليوم شنو باش تعملوا؟ اش بيه ما خديتوا حتى قرار في النزل؟ علاش نزل ملك شيء؟ ملك خاص نزل صعيب باش تاخذ فيه قرارات. طيب يا سيدي، علاش المكيال بمكيالين؟ علاش انا فيصل بن عيسى وجيلاني ساسي توقفنا عن نشاط ومتاع المشموم اللي ذكره الرئيس يخدم طبيعي اللي هو كان سبب في الكارثه هذه؟ شنو انا نعمل؟ كيفاش تاع المشموم كان سبب في الكارثه؟ المشكله اللي صارت، شكون صريح، انا ما عنديش مشكله، انا خارج من هنا ضايع. باختصار فما واحد يبيع في المشموم في البرد، ما هو حكى عليه الرئيس قال بيع المشموم. طيب سيدي وقفت لي انا، ايش هو شلون يعمل؟ ما هو اللي توسط في جبان الانيماسيون اللي ما عجبتش، الانيماسيون تاع الحسن. هاي فهمت. اليوم سيدي هاو يخدم، هو على ما وقفوهوش. انا نحب نسال، واحنا راهو للتوضيح ما نتمنوا حتى لا ان شاء الله يقعد يخدم ويسترزق. قعدت انا وياه وحكيت معاه وقلت له باش نجبد، كل حاجه باش نجبد، علاش انت ما توقفتش؟ قال لي انا ما جا حد قال يقف، وربي عينه وانا مستعد حتى نمشي نخدم معاه، ما يقلقنيش. معليش هكا احنا تفصوم الاحسن هو انه رجاء رانا 43 عائله، رانا ما نجموش نقعدوا بطاله، وراو قدامنا 6 اسكالات اخرين وتقف في السيزون، وجايين على سيزون جديده تو نبرمجوا ونعملوا خطط نظيفه ونتشاركوا مع كافه الاطراف المعنيه ونحطوا بلانينج نتاع انيماسيون يتماشى مع تطلعات الدوله الجديده وفخامه الرئيس. وما عندناش مشكله انه نطبقوا التعليمات، يعني ماهيش تعليمات، احنا رانا زاده ماناش في معناها الرئيس يعطي توجيهات عامه معناها. وقت اللي انت خطاب الرئيس بعده هو بنص ساعه يجي جيني ميساج يقول لي فوزات سيسبوندو، معناها تعليمات. باهو تعليمات، ما كانش تدخلوا في حكايه تعليمات، فما اجراءات، فما قانون شغل، فما عقود زاد كيما قال سي ما عنديش وقت، عنده عقد، ما عنديش وقت. عندي 5 اسكال باش نكمل بهم فلوسي، ما عنديش وقت. بكل صدق ما عنديش وقت، ما عنديش وقت باش نمشي للمحكمه وما نشكيش. واذا كان الرئيس كيما قالوا لي مجبور باش تشكي، اذا كان قالوا لي الرئيس هو اللي عمل العمله هذه انا ما نشكيش بيه.
ما عنديش قدره باش نشكي. هو هي الامور ماهيش هكاك صح عليه. الامور فما اجراءات صح عليه هكا. لا مش هكا الامور. شنو نقول؟ لا لا هي ما معناها كلام الرئيس توجيهات عامه هو يضبط السياسه العامه للدوله، لكن بعدك فما على ارض الميدان فما اجراءات فما قانون فما قانون شغل. مازال عندنا 30 ثانيه. فيصل بن عيسى شكرا لك. انت رجل الجمل. هذا جمل شنو مولا الجمل؟ مولا الجمل. جمل وينه؟ جمل في البارك توا اللي انا كاري بارك زاد حط فيه وين؟ جمال برا في حق الوقت خلص في الكراء وخلص في الالفا نصرف في 145 الف كل يوم باش نخلي جمال كل يوم ده. كل يوم واو بلت القرط ب 35 الف نشريه فيها يزمني بلتين في النار. شكرا لك فيصل بعيسى. شكرا جزيلا كذلك لسامي دبيش مدير الانشطة ورحلات سياحية في حلق الوقت. شكرا لكل من تدخل في تحضير هذا الملف. شكرا جزيلا لملك المعلاوي وكل الفريق الإخراج والإخراج الرقمي. هذه عنا أجندة الجمعة جاي إن شاء الله يكون عنا رد من إدارة ميناء حلق الويت حول مصير فيصل بن عيسى، حول مصير جيلاني ساسي والناس اللي تخدم للانيماسيون هذه والجمولة والطبلة والزكرة. وراهم كذلك عائلات وراهم ناس تستقات من هذه. وعلى كل تفكير في تحسين مكان يجب أن يتم على أسس عقلانية وعلى أسس قانونية وإجرائية لأنه كذلك فما عقود. 10 ثواني فاسمعي. ثقتي كبيرة في الرئيس قيس السعيد باش يداركوا الموضوع هذا وما يقطعوا لناش أرزاقنا. راهو الحديث مش بقطع الأرزاق. يلا نخليكم عبقيد برامج عنا أجندة سبور. بعد قليل احنا نتلقاو نهار السبت الجاي في نفس توقيت عنا أجندة من نص نهار ماضي ساعتين. عندنا أجندة